اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي هبه ممدوح. رمضان كريم، كل سنه وانتم بخير دايما. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الاتجاه القادم للبيتكوين، وتعالى نشوف ملحوظه مهمه جدا جدا على البيتكوين. ما ننساش فيديو النهارده برعايه شركه اف اكس فيو لتداول الفوركس. لو انت مهتم بمجال التداول الفوركس ومحتاج شركه كويسه ومحتاج شركه ليها سبريد كويس، حاول تسجل من اللينك اللي في وصف الفيديو. كمان ما تنساش حاجة مهمة، انها بتدي بونص ايداع حاليا 100% على اي مبلغ ايداع انت بتحطه بحد ادنى 200 دولار. تعال نروح للبيتكوين. الملحوظة المهمة جدا، طبعا النهاردة شفنا ارتداد للبيتكوين من مناطق دعم 60، يعني البيتكوين وصل النهاردة معانا 60800 الصبح، وخلال اليوم يتراوح السعر ما بين 64 وينزل تاني ل 61 62 وهكذا، الى ان صدر قرار بتثبيت سعر الفايدة للفيدرالي الامريكي، وده ادى اتجاه واسلوب صاعد شوية للسوق بناء على الكلام اللي اتكلمه جيروم باول، فحصل ارتداد جيد جدا للسوق. وانا من دراسة السلوك السعر السابق في القمم، تعالوا هنشوف حاجة مهمة جدا جدا، وده شرط البيتكوين على اليومي. تعالوا نروح هنا لأول قمة حصلت للبيتكوين، كانت في سنة 21. احنا هنتكلم بقى في القمم اللي فيها أرقام كويسة، هنطلع لل 41,000. بعد كده نزل البيتكوين صحح لحد 29,000. بعد كده اخترق البيتكوين القمة الى 45,000 وكمل ثم صحح. الملحوظة الاولى ان دايما البيتكوين بعد اي قمة بيحققها، هو ده الفكرة اللي احنا هناخدها ونحدد بيها اتجاه السوق. على القمة التانية هنا ونلاحظ حاجة مهمة جدا، القمة التانية هنا كانت عند سعر 58,000، بعد كده البيتكوين هبط ل 43,000 ثم صعد الى اخترق قمة جديدة، صحح وراح اخترق قمة جديدة اللي هي 61,666، بعد كده صحح لحد 51,000، بعد كده صعد الى قمة اخرى جديدة 67,000. لو خدت بالك هنا القمم الفرق السعري ما بينهم هنا 58,000، ركز معي، هنا القمة اللي بعدها 61,000، بعد كده 64,000، بعد كده هبط حاول تاني يخترق القمة السابقة اللي هي 58,000 لكن هبط. انا مش فارق مع الهبوط ده كله، تعال نروح الى القمم تاني. هنا تاني راح صعد واختبر القمة السابقة عند 67,000، نركز، بعد كده هبط الى 57,000، بعد كده صعد الى 68,000 او قرابة 69,000. يعني كل تصحيح من بعد القمة بيرجع يخترق القمة بحوالي 1,000 او 2,000 دولار. نرجع تاني هنا 57 58، اخترقها، صحح، اخترق، بقى كام؟ 61، صحح، اخترق، بقى كام؟ 67، الى هكذا 67، صحح، بعد كده عاد الاختبار وصل الى 69. لو لاحظت الفرق السعري في القمة ما بين التصحيح والاخر، بيروح يخترق، بيروح يصحح، ينزل يصحح، بعد كده يرجع يخترق القمة ب 2,000 دولار. تعالى بقى للوضع الحالي، ولو طبقناه على، لان احنا برضو التحليل الفني هو دراسة سلوك سعر سابق، يعني انت بناء على السلوك السعري اللي بيحصل في السنين اللي فاتت انت بتدرسه، وبناء عليه انت بتتوقع السعر. انا مش بحب ادخل في التحليلات الكتير قوي، لكن ده انت تقدر تقراه من الشارت قدامك. تعال نبص هنا، طبعا هنا البيتكوين نفس الحركة، نفس الحركة اللي انا قلتها، يعني هنا كان 69,000 القمة السابقة، راح اخترق خلاص، هنا اخترق القمة السابقة ووصل معانا ل 73,000، يعني اخترقها بحوالي 4,000 دولار او 5,000 دولار. تعالى نتكلم هنا تاني، هبط وعمل نفس التصحيح اللي عمله في كل المرات اللي فاتت، ويمكن بنفس الدرجة. ايه المتوقع؟ ان هو هيرجع تاني من السعر الحالي بناء على
دراسة السلوك السعري عند القمم ان هو يقدر يخترق القمة اللي هي 74,000 او 73,000 ونص الى 74,000، يقدر يخترقها. والاختراق بناء على دراسة السلوك السعري في القمم السابقة بيتم من 2000 الى 4000 دولار. يعني البيتكوين بناء على السلوك السعري اللي فات يدينا لحد الحركة القادمة بتاعته لحد من 76,000 إلى 78,000، ويحصل الهبوط بتاع كل مرة. ده اللي بيوضحه الشارت، مش بناء على العواطف. ده اللي بيوضحه الشارت في السنين اللي فاتت. الدنيا ممكن تختلف شوية بمناسبة ان الـ ETF وصناديق البيتكوين في التداول الفوري والكلام ده ممكن يفرق معنا. الشركات الكبيرة الكلام اللي بيحصل في كل قمة، على فكرة يعني القمة السابقة برضو كان نفس الكلام، الكلام كله ايجابي عن البيتكوين، والناس بدأت تتوقع ان البيتكوين يوصل لسعر 100,000 والكلام ده الدورة اللي فاتت، وكل ما ينزل يصحح يقول لك تصحيح وهيكمل صعود، الى الناس اتفاجئت وصول البيتكوين الى 15 و16 الف دولار بعد ما خلاص اتعلقوا في القمة. فنصيحتي ليك بعيدا بقى عن العواطف وبعيدا عن كل شيء، لازم التداول انا بالنسبة لي اكتر من التحليل الفني هو قرار. ممكن تكون متداول وتعرف تحلل كويس جدا، لكن ما انتش صاحب قرار كويس. لازم قرار كويس تقدر امتى تخرج من السوق وامتى تدخل السوق. انا طبعا الناس اللي متابعيني عارفة ان انا بديكم عملات استثمارية بالحمد لله 100% كلها ناجحة، وفي عملات حققت 500 و600% بطريقتنا، ان احنا بناخد قرار الدخول امتى وقرارك انت بقى تخرج عند كام او كام دبل. فانا مش ناسي العملات الاستثماريه زي ما قلت لكم الجديده، ان يعني ما تخليش حد يضحك عليك هنا في المناطق دي، لان لا حد عارف السوق هيتحرك امتى او يصحح امتى او يهبط امتى. فانت ما تخليش حد يضحك عليك، لان ما فيش حد عارف السوق هيتحرك امتى او يصحح امتى او يهبط امتى. كلها مجرد توقعات بناخدها من التحليل، لكن هي في الاخر توقعات لاكتر من سيناريو ممكن يحصل. لذلك عشان ما تتعلقش في السوق فترات طويله، أمن أرباحك أول بأول، استخرج جزء منها واستخرج رأس مالك في حالة لو أنت ضعفته، وسيب جزء من الربح وكمل بيه لو في صعود أكبر وأكبر، عشان أنت يعني لو خايف من فوات الفرص أو فوات فرص الصعود القادمة. في ناس قعدت كتير وتعلقت سنين من القمة السابقة، وفي الوقت الحالي هتلاقي كتير فيديوهات على عملات صعود 500x و 1000x الفترة دي، وهتلاقي عملات نصب كتير جدا جدا بسبب حالة الانتعاش الكبيرة اللي في سوق الكريبتو. فالناس اللي حضرت معانا البول ماركت اللي فات والبير ماركت اللي فات هتعرف كويس جدا انا بقول ايه، لان نفس السيناريو مكرر، لكن للأسف الناس برضو ما بتستفدش. ما تخليش العاطفة، ما تخليش حد يضحك عليك، اللي انا قلته طبقه بالحرف. امن ارباحك اول باول، استخرج رأس مالك. عاوز تكمل وشايف ان شايف ان في صعود اكتر واكتر، خلاص سيب جزء من الربح كمل بيه في عملاتك، بحيث ان انت ما تتعلقش في القمة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو. ما تنساش لو الفيديو عجبك ان انت تعمل لايك وشير وكومنت، وتفعل زر الجرس، وتكون مشترك في قناة اليوتيوب بتاعتنا عشان توصلك كل فيديوهاتنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.